شادي، كما ذكرت كان لنا جولة على عدد من المستشفيات. بدأناها بمستشفى القديس جورجوس أو المعروف بمستشفى الروم، وهناك التقينا أهل أحد المصابين وهو عنصر بقوى الأمن الداخلي المدعوحة سين. فضل أهله طبعا عدم الحديث أمام عدسة الكاميرا، ولكن هذا العنصر سوف بحسب معلومات الجديد سيخضع لعملية يوم غد، وهو قد أصيب إصابة بيده وإصابة برجليه. ووفقا أيضا للمعلومات بصفوف قوى الأمن الداخلي 134 جريح تنوعت إصابتهم بين طفيفة وإصابات بالغة، من بين ال 134 ست ضباط بصفوف قوى الأمن الداخلي أيضا أصيبوا. عدد من هؤلاء من ال 134 خضع لعمليات، خرج والبعض الآخر خرج من المستشفى حيث يعني تمت معالجته. هذه هي حصيلة الإصابات بصفوف قوى الأمن الداخلي. أما الآن فنحن أمام مستشفى أوتيل ديو، حيث كما ذكرت التقينا بأهل الشاب البالغ من العمر 18 عاما وهو أصيب بعينه جراء إصابته برصاص مطاطي يوم أمس إثر الاشتباكات التي بدأت ظهرا واستمرت حتى ساعات الليل. إلى جانب والدة الشاب عبد الرحمن جابر، مدام منى الحمد لله على سلامته أول شيء، وخبريني شو حالته لعبد الرحمن. عبد الرحمن إصابة مباشرة بعينه أدته لفقدان عينه خلاص، يعني الحكيم قال إنه ممكن يمكن أعطانا أمل بس لحتى نحن ما نكون كتير 10% بس عينه خسرة، لأنه الإصابة مباشرة شبكة قرنية وصل للنهائية. من هو رصاص مطاطي انصاب فيه؟ بعتقد ايه، لانه جاي دغري مباشرة، مش حرجر، ما في جرح من برا ولا شيء، دغري على عينه اجت رصاصة مطاطية بعتقد قايلين عنها. انت كنت عارفة انه عبد الرحمن نازل يشارك بالمظاهرات؟ لا، بس مثله مثل هالشباب، كان ما قال لي انه نازل على المظاهرة. شباب مثله 17-18 سنة نازلين، وقال لي كنا واقفين على جنب بساحة الشهداء، وكنا واقفين مثل هالعالم. لما بلش الاشتباكات حاول يرجع لورا هو ابن خاله ليلقي له على تاني ميلة، قام دغري مباشرة عم بيبرم على القوى الأمنية، اجت دغري مباشر بعينه. هلا هو خضع لعملية امبارح من الساعة 9 وربع على حوالي 2:30 بقلب العمليات، وطلع الحكيم وقال انه الأمل بالله كبير بس مش أكثر من هالقد. كنت مع انه عبد الرحمن يشارك بالمظاهرات او بتفضلي كأم انه لا خليه قاعد بالبيت حدك تحت جناحك؟ لا بالعكس، حقه مثل حق اي شاب، وبقول لك بدنا نعيش، لانه عبد الرحمن بعده عم يتعلم، قاعد بلا شغل، ما قدر يكفي قصة المدرسة تبعه، زل وقهر واكثر من هيك ما بقى في. بقول لك بدنا نعيش، انا بالعكس مثله مثل الشباب، انا ضد العنف وضد التخريب، بس مش نحن ما نكون سلميين ونحن الحضاريين ونحن والدولة والأمن الداخلي يكون يتعامل معنا بهالطريقة الوحشية. يعني معاملتهم امبارح كانت لهم معاملة اليهود، وأنا بس بقول شغلة واحدة، الله يصبرنا وإن شاء الله عيوني لابني أنا، بس هني إن شاء الله يا رب من الكبير للصغير بيحترق قلبهم قدام عينيهم، بيحترق قلبهم على اولادهم، بيحترقوا عيونهم، ان شاء الله بيطفوا عيونهم. ما بس هو بالنهايه اسمه مكافحه شغب، واللي كان عم بيصير ايضا اعمال شغب، يعني كمان ما بدنا نحرض على القوى الامنيه. بقانون الدرك والقوى الامنيه انه رصاص المطاط بينضرب على الاجرين، ما بينضرب مباشره على الوجه على العين، بينضرب ضرب ماشي على الاجرين، يضرب على الجسم على العين مباشره، وبمجرد ما تطلع فيهم كانت الرصاصه اجته دغري بعينه، انه هني مصايبين هدف دغري على وجوه مش بالارض، لو بالارض ما نطت وطلعت الرصاصه وصابته بعينه هيك، والحمد لله رب العالمين. اليوم سلامه قلبه عبد الرحمن، قلت لي خضع للعمليه وبس في امل بس 10% يقدر يرجع يشوف بعينه. عم بتفكروا بمثلا ما بعرف، يمكن قلت لي حتى انه بتكلف العمليه 17000 دولار، وما كان ما في يعني ما في تغطيه تكلفتها. مهدي برجي كمان مروح عينه. طب خليك هلا بحكيك. تكلفتها 17000 دولار وما في مين يغطيها، يعني ما بعرف. بيو متقاعد بالجيش، والجيش منه مسؤول بهاي الحالات عن انه يحكم المصاب، يعني مش من حقه، وهذا اللي صار. مين بياخذ لك حقك اليوم؟ في
في الله بياخذ لنا حقنا، وان شاء الله باذن الله الله يرد عن هالشباب كله، ومكفيين باذن الله ان شاء الله بكفوا، بس مش بهالطريقه هاي. يعني بس بدنا السياسيين تبعنا يحسوا ويزوقوا على دمهم بقى، هن كل واحد حاطط ابنه بميله وكل واحد مش فارقه معه. كنتوا حسب ما فهمت من عبد الرحمن انه جايين من البقاع من المروج، تلفنوا لي من البوارج، من البوارج تلفنوا لي الساعه 6:30، كان له من الساعه 3 هو هون بالمستشفى، تلفنوا لنا الساعه 6:30 وصل الخبر لفوق انه ابنكم بحاجه عمليه ولازم تكونوا ل وجينا ولقيناه بهالوضع هذا. نعم شكرا لك، الحمد لله على سلامته. ايضا شادي في سيده كانت توجهت لنا بس الهيئه ما بتفضل ما تطلع على الكاميرا، ايضا في اصابه ثانيه شاب اخر، احنا طبعا رح نرجع نفوت ونستطلع الوضع عن الشاب الاخر اللي ايضا اصيب بعينه بحسب ما على وجهك ما حيبين. الشاب المنصاب الثاني مين بيكون؟ بيكون ابن خيي. شو اسمه؟ مهدي برجي. محوفه محوفه بالطابق الثاني. ما مبينين بالطابق. قد ايه عمره؟ حي الكاميرا. عمره 17 سنه مدام. 18 سنه. بعذبكم على الطريق. هلا حنطلع اكيد حنطلع نزوره. ايضا شادي كنا طلعنا على الغرفه يلي موجود فيها الشاب عبد الرحمن جابر، وكان لنا هذا الحديث يلي رح نشاهده سوا مع المشاهدين بعد انتهاء هذه الرساله. شادي عبد الرحمن خبرني شو اللي صار معك امبارح، من وين كنت جايه وين كنت واقف وشو اللي صار؟ جيت من البقاع على ساحه الشهداء، كنت انا وعدد من رفقاتي، صرنا على ساحة الشهداء، كان صاير اشتباك بين المتظاهرين والأمن الداخلي. ثابت ابن خالي راح على ميلة الثانية، عم روح صوب عم طلع على الأمن الداخلي، بلش قواس اجى شي بعيني. وقعت بالأرض وأخذوني على أمبولانس. شو اللي فات بعينك؟ ما بعرف. بس طلعت على الأمن الداخلي اجى شي بعيني، شو ما انتبهت شو. ومن بعد هيك من بعد هيك شو صار؟ اخذونا على الامبولانس، طهروا لي الجراح ورجعوا جابونا على المستشفى لهون. وهلا شو وضعك؟ عملوا لي عمليه امبارح بتكلف 17000 دولار وما في شيء. عينك ما بتقدر تقشع فيها؟ لا. شو بدك تقول؟ بدنا نعيش هاي مش أكتر، بدنا نعيش بهالبلد، ما بدنا نجي نهاجر لهون ولا هون، كرمال نأمن مستقبلنا ومستقبل أولادنا.